أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نتابع معكم هذه الحلقة من استديو 9. نحاول أن نفهم خلفيات وتداعيات الهجوم الصاروخي على أربيل عاصمة إقليم شمال العراق. أهلا ومرحبا بضيفنا الآن عبر خدمة سكايب مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور الناصر دريد. دكتور الناصر، أهلا ومرحبا بك دائما في استديو 9، منورنا. الله يخليك، نوركم. حياك الله دكتور. إذا أردت أن تضع عنوانا لهذا التصعيد، لهذا الهجوم على أربيل، أي عنوان؟ إيران تزيد إلى درجة كبيرة جدا حملة الاستفزاز الممنهج ضد الولايات المتحدة الأمريكية. التحدي يعني بتقديرك بالدرجة الأولى لواشنطن؟ هو ليس معنيا غير واشنطن الآن، وفي أكثر من بقعة حول العالم، آخرها ما حدث اليوم في أربيل. لماذا هذا الاستفزاز بهذه الطريقة الموجعة؟ ما المراد؟ نعم، أنت أحسنت التعبير، موجعة. يعني إيران زادت، احنا نقول بالعراقي زادت الدوز أو زادت الدرجة أكثر مما ينبغي. وهذه ليست الضربة الأولى، يعني قبل فترة ضربت الخبر يعني وكأنه رداً على قرار إدارة بايدن برفع الحوثيين من لائحة الإرهاب، وهذه فت قضية غريبة. قبلها إيران أعلنت عن توصلها إلى تخصيب اليورانيوم المعدني بشكل حتى استفز أطراف أخرى في العالم، دعت إيران إلى وقف هذه الخطوة مثل البيان الروسي الفرنسي. إيران تزيد الجرعة أكثر مما يجب، محاولة على ما أعتقد أن تكتشف أين هي حدود الضغط اللي ممكن أن توجهها لترامب، عفوا لبايدن. يعني الآن بايدن تحت ضغط قوي. بس دكتور، عفوا دكتور، أنت تحسم هنا الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم وبأنها إيران رغم إدانتها له. ليس هناك أي طرف آخر يضرب صواريخ في داخل العراق غير الميليشيات أو داعش. وبما أنه هناك ميليشيا أعلنت عن نفسها وباسم في كثير جدا من الإيحاءات المعروفة لنا كعراقيين. شو إيحاءات؟ كيف يعني؟ ميليشيا أو أنا ولي الدم يعني نور المالكي؟ أحسنت، أنت تعرفها القصة جيدا وتعرف من هو ولي الدم، والذي هو ما زال لحد الآن صامت. يعني أنا أتصورت أول ما سمعت اسم الميليشيا أن تكون هناك محاولة لتوريط المالكي في الموضوع. يبدو أن المالكي إذا كان هناك توريط لا فهو موافق، إن لم يكن هو من خطط ووراء العملية بشكل مباشر لكي يعطي رسالة مزدوجة لإيران ولأمريكا. لإيران تقول أنا ما زلت رجلكم الأول في المنطقة، ولأمريكا بشكل غير مباشر وبرضا إيراني مباشر. فهي القضية لا تعدو عن كونها ميليشيات، ولا تعدو عن كونها بالتالي موجهة من قبل إيران عفوا واتجاه الولايات المتحدة. يعني الرسالة كانت واضحة، فهمتها واشنطن. بس بموضوعية دكتور، بموضوعية الآن، شو مصلحة طهران من التصعيد مع إدارة بايدن؟ يعني الجماعة كانوا منتظرين رحيل ترامب ومجيء بايدن، وشكلهم مرتاحين ومبسوطين ويريدون فتح صفحة جديدة مع هذه الإدارة. لماذا يقومون باستفزازها بهذه الطريقة وكما وصفتها بالجرعة العالية، يعني في قتيل أمريكي؟ نعم، لا هو يعني لم يثبت أنه قتيل أمريكي، لكن جرعة على ما أعتقد أمريكي، يعني أيضا هي جرعة تعتبر عالية. ما زالت بحسب عالية. وزارة الدفاع الأمريكية هناك قتيل متعاقد أمريكي مدني، يعني إذا هذا ثبت فهذه الجرعة فعلا تكاد تكون قاتلة. أستاذي العزيز، إحنا بالعراق كنا نستخدم تعبير جربوشن. يعني أنا لما أريد أختبر الأستاذ علاء أمامي أحاول أضغط عليه أشوف إلى أي حد سوف ينفجر في وجهي، سوف يخرج عن طوره، أختبر صبره، أختبر هدوءه. أعتقد أنه في هذه الحالة إيران تجاوزت حتى الحد المقبول أو المطلوب، لأنه الشيء المذهل في الموضوع أنه هي كلما تجاوزت أكثر لا تجد رد فعل. يعني كان ينبغي أن يكون هناك رد فعل أمريكي مباشر على خطوة الخبر، ضرب الحوثيين للخبر اللي جاء رد فوري على قرار إدارة بايدن برفع الحوثيين من دائرة الإرهاب أو من لائحة الإرهاب.
بعد ذلك جاء إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم المعدني، والحديث اللي صدر من وزير المخابرات أو وزير الاستخبارات الإيراني بالقول أنه إذا ضغطتم علينا أكثر سوف نضطر للجوء للسلاح النووي، هذا أول اعتراف رسمي في تاريخ إيران بقضية السلاح النووي. أنت تعرف إيران لم تعترف مطلقا ولا تقر مطلقا بهذا الموضوع رسميا. ثالثة جاءت الآن يعني أو الرابعة جاءت الآن، يعني هذه قضايا كثيرة جدا، كل الأنظار الآن تتجه نحو واشنطن، هل بايدن هو البطن الرخوة في داخل هذه الإدارة التي سيتمكن إيران باستمرار من اختباره وسيظل صابرا؟ أنا أشك في ذلك، سيضطر بايدن للرد، إيران ستعرف أين الحدود وبايدن سيعرف أين الحدود، هذه قضية. ما هو إذا لم يرد يا دكتور، ما إذا لم يرد وبالفعل كانت طهران أو الميليشيات الموالية لها هي من تقف وراء الهجوم على أربيل، هذا يعني حيفتح شهية الشباب بالتأكيد. اليوم كان هناك تصريحات مباشرة ظهرت من إسرائيل هذه المرة تهدد حزب الله بأي مغامرة جديدة، هناك تدريبات عسكرية مكثفة للطيران الإسرائيلي في شمال إسرائيل استعدادا لأي عملية. إسرائيل تقول إلا أنا، يعني تحبون أن تختبروا أمريكا في شمال فلسطين المحتلة دكتور تقصد؟ نعم تحبون أن تختبروا أمريكا من خلال السعودية، من خلال أربيل، من خلال مفاعل نووي، لكن أنا لا أتهاون، أنا سأرد بكل قوتي وبكل ما أوتيت من قوة على أي محاولة. نحن لسنا يعني مثل ما يقول العراقي خان جغان اللي يحب يجي يدخل ويضرب ويطلع. فإذا فعلا الشهية مفتوحة ستكون فيما لو لم ترد واشنطن في الوقت المناسب، وأنا أتوقع الساحة القادمة ستكون في لبنان هذه المرة. وطبعا حسن نصر الله هو ليس مجرد أداة طيعة. لا لحظة دكتور، ما جرى في أربيل مرتبط بجنوب لبنان وشمال فلسطين المحتلة؟ بكل تأكيد كلها ساحات مرتبطة. أنا قلت لك الخبر بالمفاعل النووي بأربيل بجنوب لبنان، هذه هي الساحات الرئيسية التي يتوقع فيها أن تستمر إيران بالضغط على بايدن من خلالها. يعني كلها ساحات لإيران فيها اليد الطولة ولقرارها اليد الطولة، وبالتالي هناك أماكن ضغط متعددة على الولايات المتحدة الأمريكية، والغرض كل الغرض هو أن تعيد إيران الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق الأساسي مع أوباما. الإيرانيين يعتقدون أنه بإمكانهم فعلا الضغط على بايدن للقبول باتفاق أوباما الأصلي بدون أي تعديلات، بدون أي شيء، العودة من جديد كما كنا، بالرغم من أنه إدارة بايدن أعلنت أكثر من مرة حتى قبل وصولها للرئاسة بأن اتفاقية أوباما بحاجة لتعديل، الاتفاقية بحاجة لتطوير، بحاجة لإعادة تفاوض. نحن لسنا مستعجلين في فتح الحصار عن إيران إذا لم يتحقق ما نريده في المفاوضات القادمة. يعني أمريكا وبايدن أعلن بوضوح أنه سيكون هناك مفاوضات قبل الإعلان عن أي اتفاق، وهذا يعني بالتأكيد لا عودة آلية أو أوتوماتيكية لاتفاق أوباما. مع ذلك إيران يبدو أنها تمني نفسها أنها من خلال عمليات الضغط هذه المستمرة في كل مكان تستطيع أن تعيد أمريكا من جديد لاتفاقية أوباما، وكأنه ما حدث وكل شيء ممكن أن يمسح بقرار إيراني، كل فترة ترامب وكل الضغط وكل كذا يمسح ونعود وكأن شيء لم يكن. لكن هذا يا دكتور سيكون رضوخا فاضحا في حال حدوثه من قبل إدارة بايدن. بالضبط، وهذه ستكون فضيحة، وأعتقد أنه يعني هناك سوء تقدير فظيع من قبل إيران إذا كان تتصور أنه هذا ممكن. يعني ليس ممكنا أبدا، خصوصا إذا سقط الضحية مثل ما تقول أنت. أنا لم أسمع الحقيقة لحد الآن عن سقوط ضحية أمريكية، يعني خذ نظر الاعتبار أنا بالنسبة لي أتابع قناة الحرة، وقناة الحرة المتحدة الأمريكية لم تعلن عن سقوط ضحية أمريكية، قالت هناك قتلى وهناك جرحى أمريكان. طيب دكتور، بحسب سكاي نيوز عربية أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء أن متعاقدا أمريكيا مدني قتل في الهجوم الصاروخي على مطار أربيل في كردستان العراق، بينما جرح 6 أمريكيين آخرين من بينهم جندي.
هذا سيبدل قواعد الاشتباك كليا. سقوط أمريكي سيبدل قواعد الاشتباك كليا، لا يمكن لأي إدارة أمريكية، خصوصا بعد ما جاء بايدن وخصوصا بعد التصعيد اللي قام به ترامب، سيبدو بايدن رخوا ضعيفا متهافتا جدا في حال سكت عن موضوع سقوط أي أمريكي قتيل بنية إيرانية مباشرة، يعني ليس فيها لبس، ليس فيها أي خطة. إيران من ضربت، إيران من تستفز وفي أكثر من موضع، وتستخف وتضحك على قرارات بايدن. يعني عندما يقرر بايدن رفع اسم الحوثيين من لائحة الإرهاب، هذه بادرة نوايا طيبة وحسنة تجاه إيران، على إيران أن تقوم بالشكر، وإذا بإيران ترد على ذلك بأن يقوم الحوثيين وليس غيرهم بأن يقصفوا الخبر، يقصفوا مطار الخبر ويضربوا بهذا الشكل العنيف مطار مدني أو طائرات مدنية أو إلى آخره. هذا في لكن أين المنطق هنا دكتور؟ خليني ألعب هون دور النظام الإيراني والعياذ بالله، يعني بس أنه يعني إيران كيف يمكن أن تستفيد من هذا التصعيد في أربيل ضد أكثر من طرف من بينهم واشنطن؟ دعني أقول لك شيء. إيران في هذه المرحلة أنا لست متأكدا إذا كان هناك يعني تقدير حقيقي سليم للموقف. يعني نحن أنا وأنت بالذات ناقشنا في أكثر من مرة التأثير السلبي الكبير لرحيل قاسم سليماني. الآن هناك إدارة إيرانية لا تحظى كثيرا بثقة المرشد اللي هي إدارة الرئيس روحاني، وظريف بالذات متهم في داخل الإدارة الإيرانية أو بداخل الأوساط الإيرانية الحاكمة بشكل عام بأنه من الحمائم أكثر من اللازم، بأنه إلى آخره. الطرف الذي كان يستطيع أن يسدي نصائح عملية مباشرة موثوق بها إلى حد كبير كان قاسم سليماني. برحيل قاسم سليماني أنا أعتقد أن هناك فدرجة اختلال معينة أصابت القرار فيما يتعلق بالشرق الأوسط. لهذا أنا أعتقد بأنه ملف الضغط بهذا الشكل يقود الآن المرشد الأعلى مباشرة. طيب هذا يطرح سيناريو الميليشيات المنفلتة في العراق. هي ليست منفلتة طبعا، هو هناك إدارة لكن الإدارة ليست حكيمة، يعني الإدارة لم تعد حكيمة كما كانت سابقا، كان هناك ضبط، كان هناك سعي في هذا الموضوع. بس اللافت حقيقة أنه طرف جديد دخل الميليشيات هذه المرة إذا صحت التوقعات، متمثل بالدولة العميقة، متمثل بحزب الدعوة ونور المالكي. هذا طرف جديد تماما، لم يكن محسوب ضمن الميليشيات، كان محسوب ضمن أوساط الحكم الفاسدة أو إلى آخره، أوساط المافياويات الفاسدة. لكن دخوله بهذا الشكل وبهذه الجرأة القوية، لا تنسى الضربة وجهت من داخل إقليم كردستان، يعني هناك من خرق النظام الأمني لإقليم كردستان ودخل داخل إقليم كردستان وضرب من هناك باتجاه أربيل ضربات متعددة. طب دكتور متى 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 يمكن أن نتأكد دكتور متى يمكن أن نتأكد هنا من أنه ما جرى مجرد ربما فعل من فصيل متفلت مثلا وقام بهذا الهجوم، أو بأنه ما جرى بداية لمرحلة تصعيد نوعية ضد الوجود الأمريكي في العراق بقرار إيراني؟ ضربة لبنان سوف تؤكد وجهة نظرنا. يعني إذا حدث وتحرك حزب الله في لبنان، وهناك احتمال كبير أن لا يحصل ذلك، لأنه حزب الله أنا أرجع وأكرر هو ليس ميليشيا تأتمر بأمر إيران مباشرة، هو أيضا له حساباته وله قضايا، وإذا اعترض على ضربة سوف يسمع اعتراضه بقوة في طهران. لكن احتمال أيضا أن يحدث، احتمال أن يضغط المرشد على حسن نصر الله ويقول له أنت أيضا قم من جهتك، وأريد أن تفهم الإدارة الأمريكية نحن جادون في الضغط عليها حتى تستجيب لقرار الممانعة والمقاومة وإلى آخر من الكلام. فربما تحدث هذه الضربة، إذا حدثت هذه الضربة سنكون إزاء تصعيد مستمر على أكثر من جبهة بمحاور متعددة، يستهدف واشنطن بالنتيجة وإجبارها على ما لا يمكن القبول به. يعني مثل ما حضرتك قلت أنه إذا قبلت بايدن إدارة بايدن بالعودة لاتفاق أوباما من جديد، سيكون ذلك تهافت لا يمكن الدفاع عنه حتى في واشنطن. يعني هناك رأي قوي في واشنطن يقول دعونا من الشرق الأوسط ليحترق بكل ما فيه ما لنا وله، لكن حتى أمام هؤلاء لا يمكن أبدا تبرير هذا التراجع الكبير. طب خليني أختم معك دكتور هنا قبل تغريدة وتعليق. إذا كانت طهران التي دفنت رأسها في التراب كما يقال ولم
ترد على صفعات إدارة دونالد ترامب لها في أكثر من ساحة، هل سترد وتصعد الآن وتصطدم بإدارة بايدن؟ يعني ما في ولا ذرة حكمة هنا. أنا سأقول لك شيء وقلتها مرارا وتكرارا، أفضل من يلعب لعبة شعرة معاوية في العالم هم الإيرانيين. إذا هم شدوا أنا أرخيت، وإذا هم أرخوا أنا شددت. ترامب كان يتمنى ردا إيرانيا لكي يضرب ويدمر ويقصف وإلى آخره. الآن الوضع اختلف، إيران تشعر في حساباتها بأنها بإمكانها أن تضغط دون رد، ومن أمن الرد أساء الأدب مثل ما يقولون. فبالتالي نحن إزاء مشكلة كبيرة، وهي إدارة ترامب الآن، عفوا إدارة بايدن الآن. طبعا إيران تعرف أيضا أن هناك ملفات كثيرة كثيرة جدا أكثر أهمية من إيران أمام بايدن، وهذه طريقة أخرى للفت الانتباه. يعني لا تنسى بايدن الآن تحديه الأكبر متعلق أولا بكوفيد 19، ثانيا بالاقتصاد الأمريكي، ثالثا وهذا الأخطر بتركة ترامب في على المستوى الداخلي، الترامبوية والترامبويين وتحديهم المستمر لشرعية بايدن وفوزه إلى آخره. هذه قضايا مهمة أساسية. أما إذا نظرنا للسياسة الخارجية سنجد الصين وروسيا وإعادة ترميم العلاقات مع دول جوار أمريكا في كندا والمكسيك، وإعادة ترميم العلاقات الأمريكية الأوروبية، كل هذه ملفات تسبق بكل تأكيد الملف الإيراني. هذه مشكلة وعقدة إيران الأساسية في علاقتها مع بايدن، في الوقت الذي هو لديه ملفات كثيرة أهم منها، هي ليس لديها ملف آخر أهم من العلاقة مع أمريكا وبايدن والحصار الحالي. لهذا هي تضغط الآن بقوة، ليس فقط للهدف اللي قلت لك قبل قليل، وإنما أيضا لمحاولة جذب الانتباه. نحن لن نسكت، لا تضعونا على الرف، نحن لا يمكن أن نتحمل، وسنؤذيكم إذا وضعتونا على الرف، سنهدد أمنكم إذا وضعتونا على الرف. بالنتيجة حتى لو رد بايدن بقسوة وضرب في مكان معين في إيران وإلى آخره، إيران لن تتأذى كثيرا. أنت تعرف يعني طالما المرشد غير مستهدف ولا يمكن استهدافه، فبالتالي أي ضربة أخرى يسقط فيها إيرانيين يسقط فيها إلى آخره. لا هذه الأنظمة لا تهتم بموت أحد من شعوبها. الأهم بالنسبة لها هو أن تجذب الانتباه مرة ثانية، أن تجذب الأضواء مرة ثانية إليها حتى تجبر الجميع على أن يهتموا بمطالبها بما تريد إلى آخره. فأيضا هذه قضية مهمة يجب أخذها بنظر الاعتبار، درجة اهتمام أو طريقة تعاطي ترامب مع إيران غير طريقة تعاطي بايدن مع إيران، وبالتالي إيران ستتغير في طريقة تعاملها مع بايدن عما كانت تتعامل به مع ترامب. نذهب لتغريدة وتعليق لنختم معك دكتور ناصر. نأخذ تغريدة الأستاذ شاهو القرداغي يقول فيها: إيران تدين الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له محافظة أربيل وترفض اتهام إيران بالوقوف وراء الهجوم، بينما منصات الميليشيات الموالية لإيران في العراق تبنت مسؤولية الهجوم الإرهابي، إضافة إلى تزامن الهجوم مع التصريحات الإيرانية بضرورة إخراج القوات الأمريكية من المنطقة. تعليق دكتور؟ نعم، أنا بس أحب أن أعلق في القضية، طبعا مع احترامي للأستاذ شاهو ليست متعلقة بتغريدته. انظر الطريقة الأخيرة الإيرانية أصبحت شائعة، وهي أنها لا تستخدم ميليشياتها المعروفة في أي ضربة، وإنما تستخدم أسماء وهمية لميليشيات غير موجودة لكي تقوم بالضربة. يعني هذه الطريقة شفناها أكثر من مرة، لم تعد العصائب تضرب باسمها أو النجباء تضرب باسمها أو بدر أو إلى آخره، أسماء تخترع للحظتها لكي تبرر هذه الضربة. أيضا هذا مما يشير بأصابع اتهام مباشرة لإيران وليس لغيرها. مجاهد الطائي: كما نقول دائما أن الحلول السلمية مع إرهاب الميليشيات ستبقى فاشلة ولن تجدي نفعا، فكروا بالانتقال لأربيل بدل بغداد فقصفوا كردستان. في رسالة تقول: إن صواريخنا حاضرة في كل مكان، وهذا مسار ممتاز وصفعة للذين لا يزالون يفكرون بمحاباة الفاسدين وبيادق طهران بالحلول الدبلوماسية. نعم بكل تأكيد، يعني احنا مشكلتنا في العراق مشكلة كبيرة، انا اتفق مع الصديق العزيز مجاهد، مشكلتنا كبيرة مع هذه الميليشيات بغض النظر عن الصراع الإيراني الأمريكي. مشكلة دولة ليست دولة، مشكلة نظام ليس نظام، مشكلة وضع منفلت ووضع متصومل إذا صح التعبير، يعني نموذج الصومالي، وهذا هو نموذج العراق الحان. يعني قيل لي بأن العراق أصبح بحد ذاته هو نموذج،
ويقال عرقنة الآن في أي مكان بالعالم يشهد شيء مشابه. آخر تغريدة لزياد السنجري: طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها، صواريخ باتجاه مطار أربيل، أذرع إيران وميليشيات وعصابات تضرب في سوريا ولبنان والعراق واليمن، تستهدف دول الجوار، المطارات والموانئ والبعثات الدبلوماسية والحقول النفطية والمنشآت الحيوية، لغة إيران الموت والقتل والإرهاب فقط، كما يقول الأستاذ زياد السنجري. نعم بكل تأكيد، يعني حتى الأستاذ زياد أيضا يلاحظ نفس الملاحظة، أنه كل هذا من سلسلة واحدة متصلة. النقطة بغض النظر عن أن نهتف ضدها أو نشتمها أو إلى آخره، أن نفهم ماذا تريد إيران، كيف تلعب اللعبة. وللأسف نحن ساحاتها الرئيسية، نحن الدول العربية والشعوب العربية ساحاتها الرئيسية للعب مع أمريكا ومع غيرها. بكلمات دكتور، هناك من يرى بأنه وفقا للتجربة الماضية مع إدارة أوباما بايدن، إيران ستبتلع مع وجود إدارة بايدن اليوم ستبتلع المنطقة من جديد. أنا قلت أن هناك تسوية قادمة في نهايتها، كيف سيكون شكل المنطقة لا أعرف، إذا تمت التسوية طبعا، إذا نجحت التسوية. يعني عمليات التسوية كذا مرة كانت هناك مشاريع لم تنجح، ربما تنجح هذه المرة وربما لا، لكن بعد ما تنتهي هذه التسوية كيف سيكون شكل المنطقة لا أعرف. لأن المشكلة الأساسية أنه أهل هذه المنطقة غائبون للأسف الشديد عن هذه التسوية. في بغداد انطلقت مظاهرات تشرين وانطلقت انتفاضة تشرين بدون قصد، لكي تضعنا مرة ثانية على الطاولة هذه المرة كلاعبين بدون أن نقصد. طالما بقي النظام في بغداد قائما سنظل نحن مجرد أداة في هذه اللعبة، لكن هناك أمل حقيقي بأن الناس تنتفض، الناس تثور وتغير قواعد اللعبة التي يلعبها الكبار حولنا، وتثبت أننا موجودين ولم نتحول بعد إلى مجرد أوراق على رهان في طاولة قمار بين الأطراف. والمفاوضات النووية ساحتها ليس فقط العراق الآن وإنما أيضا لبنان؟ لبنان، سوريا، اليمن، حتى دول الخليج وأمنها جزء من هذه اللعبة الواسعة. لا أقصد بالتحديد، أقصد بالتحديد مواجهة أشرت إليها بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله في لبنان، هذه المواجهة قادمة بنسبة؟ فلنقل 40%. هناك احتمال كبير أن يقوم حزب الله بمهاجمة إيران، هذا الاحتمال أنا أعتقد يعني هو قابل موجود. وإذا حصل هذا الشيء بمهاجمة القوات الإسرائيلية تقصد دكتور؟ نعم عفوا، نعم مهاجمة شمال إسرائيل أو مهاجمة شمال فلسطين عفوا، وهذا احتمال وارد جدا وجزء من عملية الضغط وجلب الأضواء. إذا كل هذا لم يجذب أضواء واشنطن كفاية للاهتمام بالقضية أو لتوجيه ضربات أو إلى آخره، أخشى أنه تضطر إيران إلى دفع حزب الله لمهاجمة لبنان. وهذا يدل بأن إيران ومن يؤيدها في المنطقة اليد العليا والطولة في مواجهة كل الاحتلالات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي. دكتور شو رأيك؟ شكرا جزيلا. هكذا يقولون ها؟ لا دعني أقول لك شيء، إذا ردت أمريكا على إيران لن تكون هناك حاجة لضربة لبنان. تمام، يعني إذا حصل هذا الرد وهذا شيء متوقع، لأنه إذا قتل فعلا مواطن أمريكي سيكون صعب جدا على بايدن ألا يرد. إذا حصل الرد ستتوقف القضية في لبنان، إذا لم يحصل الرد ستضطر إيران إلى دفع حزب الله لمهاجمة إسرائيل لمزيد من الضغط على واشنطن. شكرا جزيلا المستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية دكتور ناصر دريد، شرفتنا كالعادة.